وإن نحتاج إلى صك غفران من البرلمان الأوروبي أو أي مكان آخر. البرلمان الأوروبي عليه أن يعالج وضع حقوق الإنسان في أوروبا وفي فرنسا بالضبط. عندما كانت الجزائر لمدة أكثر من عام حراك أصيل مدة 22 فبراير لم يتم الاعتداء على مواطن واحد ولم تلق قطرة دم واحدة. في نفس الوقت كانت هناك مظاهرات سترة الصفراء في باريس، وكيف لاحظتم بأن كانت هناك قتلى وضرب وانتهاك لحق الإنسان. هذه البرلمان الأوروبي كان أعمى عليها لم يراها.